تعالوا نروح بقى إلى يعني يبدو إن إحنا هنعيش كتير مع الذكاء الاصطناعي طول الوقت، لأنه الذكاء الاصطناعي هو النقلة التكنولوجية الجديدة اللي موجودة واللي كل يوم بنتابعها وكل يوم بتتطور. أخيرا تم الإعلان عن قرب يعني إنتاج روبوتات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي علشان هي بقى تقوم بالأعمال المنزلية. طبعا كل ستات البيوت يفرحوا جدا بالحكاية دي. طبعا ده موضوع مهم جدا، ربات البيوت هيكونوا مهتم بيه، خصوصا أن كل ست هيكون عندها مسؤوليات كتيرة من طبخ وغسيل وترتيب البيت وغيره. بس قبل ما نتكلم على الروبوت اللي هيعمل ده مواصفاته إيه وهيدار إزاي وهيتم تقديمه ازاي بشكل تجاري، تعالوا نعرف كده من السيدات رأيهم ايه في الموضوع، نشوف التقرير ده ونرجع نكمل احنا والذكاء الاصطناعي ونشوف هيودينا لفين. نشوف مع بعض. الذكاء الاصطناعي يعمل بدالي حاجة، يروق بدالي مثلا، يعمل لي الاسايمنت بتاعت الجامعة بس كده، يراعي ولادي واحفادي، دي اهم حاجه عندي. الاوض بالذات تطبيق الهدوم، لان مش بعرف اطبق الهدوم خالص. ممكن يغسل مكان المواعين او ينشر مكان الغسيل. هيعمل كل حاجه مكاني في البيت، ترويق اللي هو مذاكره اخواتي وكده، وممكن بس هي دي الحاجات يعني مساعده ماما عامه. انه يعني يروق اوضتي مكاني علشان الصراحه بكسر اروقها وهي بتبقى على طول مكركبه. يعمل شكلي في البيت عشان اعرف اخرج براحتي وكده.